استاذ وائل ان احنا بس نطالع الخبر اللي وردنا الان. افادت انباء ان عشرات المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي قطعوا طريق المحور في الاتجاهين للمطالبه بعودته. وينضم الينا هاتفيا مصطفى حسب النبي مشرف عمليات مرور القاهره. سياده الرائد، يعني هل عادت الحركه على المحور او ما هي تفاصيل هذا الحدث؟ وزي ما حضرتك تفضلت فعلا بعض العشرات قاموا بقطع طريق نحو 26 يوليو في الاتجاهين، تحديدا منطقه اعلى ابو رواش. في طبعا سبب كثافه عاليه جدا، في بعض الاطارات مشتعله في نفس الموقع. بيتم حاليا الاتصال بعمليات القوات المسلحه والامن المركزي وعمليات مديريه امن الجيزه لسرعه التدخل وانهاء القطع باسرع. قائد السيارات طبعا احنا اجرينا تحويلات قادم من مدينه 6 اكتوبر بيسلك منزل طريق مصر اسكندريه الصحراوي وربط مع الطريق الدائري افضل من مشروع 26 يوليو. قادم ايضا مناطق مثل لبنان بيصعد الطريق الدائري اتجاه المريوطيه وباقي خط السكه. طب سياده الرائد، الموضوع ده بدا من قد ايه؟ بالظبط من 30 دقيقه بالآن. طب والتعامل كان معاه ازاي؟ تم التعامل من قبل القوات المسلحه ولا من قبل وزاره الداخليه؟ قوات مشتركه يا فندم الان مع قوات الامن المركزي وقوات القوات المسلحه، ايضا من الاداره العامه للمرور لاحتواء الموقف. ان شاء الله فتره وجيزه جدا هيتم الفتح وعرض الامور لطبيعتها. طب يا فندم، هل يعني الاشخاص اللي قاموا بقطع طريق المحور عددهم بيقدر بقد ايه؟ هل هم كتير ولا عددهم قليل؟ العشرات يا فندم، يعني 60 فرد بيتم التعامل معاهم. طب واليات التعامل كانت ازاي؟ في طبعا والقبض، لو في اي عمل عنف هيتم القبض عليهم وفتح الطريق ان شاء الله. تحت التحقيق هنلاقي بيتم الفحص والخدمات بالقرب جدا ان شاء الله عشان بس نقدر نقول حاجات على ارض الواقع. طب يعني هل يا فندم انتوا حضراتكم مستنيين ان يحصل اعمال عنف او ان هم يعني يعيقوا الحركه بشكل اكبر من كده عشان تقبضوا عليكم، ولا اللي بيحصل ده بيستوجب فعلا يعني القاء القبض عليهم؟ بمجرد قطع الطريق، لا بمجرد قطع الطريق دي جريمه، يعني بمجرد قطع الطريق دي جريمه في حد ذاتها. ان شاء الله فترة وجيزة جدا هيتم التواصل وهيتم الاختيار بفتح الطريق نهائي. طيب واحنا هنكون مع حضرتك باذن الله عشان تطمننا على طبيعة الاوضاع. بشكرك جزيلا سيادة الرائد مصطفى حسب النبي، شكرا جزيلا لوجودك معنا.